المشايخ نتيجة طبعا التكدس الشديد ونتيجة عدم وجود مساحات وأماكن وعدم وجود مقابر، فعمل مقابر 3 أدوار. ده يثير جدلا ما بين مؤيد ومحتج. في كفر حشاد بالغربية خرج شيخ أزهري بفكرة جديدة لتصميم المقابر بالقرية، أن توضع العيون بعضها فوق بعض لتوفير مساحة تستوعب جثامين الموتى في ظل ارتفاع قيمة الأراضي بالنسبة لغالبية الأهالي. الفكرة أصلا جه من لما احنا جينا بصينا لقينا الناس كل يوم بتشتكي على موضوع ان احنا بنرفع المقابر، والمقابر بتتكلف رفع بس حوالي 25,000 جنيه. فلما انا شورت اخويا وكده وقلت له ها احنا رايحين نرفع المقابر عادي ونقسم المقبره نصين ونخلي جزء تحت تحت الارض ثم جزء فوقه ثم جزء فوق خلاص نخلي فيه ليه، بدل ما نبدا بعد كده بعد 20 سنه ولا بتاع نطلع العظم او نردمه تحت يعلى معانا، هنطلع العظم بس لوحده فوق ويبقى احنا كده وفرنا على نفسنا. فاحنا الحمد لله نفذنا وجينا عملنا الفكره ديت، ما حدش اعترض الا بعض الناس اللي هم متزمتين شويه. فلما جينا قعدنا وشفنا الموضوع مع بعضنا وقلت لهم بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم اعلم بشؤون دنياكم، واحنا العمليه النهارده بقت كنيزه والناس بتكتر، وبعدين هنا لما انت تدفن الجثه تاني يوم تحط برضه. اما انا هنا لو في كان بيخش مثلا التربه هنا واحد مثلا في النظام القديم لازم 40 يوم تفتح عليه او 35 يوم تفتح عليه، هنا تاني يوم تفتح، تالت يوم تفتح، رابع يوم تفتح، لان احنا عندنا وسعه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في ايامه القبر، وكان في ايام اللحد، وكان في ايام الضريح. والصحابه جم مصر وشافوا الجماعه الفراعنه هم بيندفنوا فوق وتحت وفي الدور العالي وكلام من دي، وما حدش من الصحابه اعترض ولا هد اي مقبره. الفقراء هم اللي هيفنفذوا الفكره دي، ليه؟ اما الاغنياء ممكن هيروح يبني نفسه مدفن وضريح والكلام ده كله بعيد عن بعيد، لانه معاه امكانيات، انما الفقير ده هيبني فعلا، لان اصلا تكلفتها بسيطه مش كتير يعني. الناس كترت عن الاول، يعني لما تكون التربه بيندفن فيها واكتر عيله كامله مكونه من 100 فرد كانت دي على مقبره واحده، لو كانت انزحمت كانوا بيحاولوا ان يروحوا التراب صدقه. فعلا حصلت عندنا، كان ليا اخ مات في مصر، وجيه يا دوب الاتوبيسات اللي جابت اخويا من مصر للطيران راحت جابت عمي وجات، وعمي موصي يندفن في تربه العيل، دفناها احنا في التربه الثانيه ديت اللي هي مش بتاعت العيل. التربه هنا بتساعد 6 حالات، يعني ممكن اول يوم تدفن، ثاني يوم تدفن، ثالث يوم تدفن، رابع يوم تدفن، دي يحصل 2 حالات في يوم. بيضطر ما يعرفش يفتح على الجثة، لازم يدفن في تربة تانية. لما بصينا لقينا العمل اللي عمله الشيخ محمود فكرنا كلنا 100 مرة إن احنا نعمله لنا ولأجيالنا ولأجيالنا ولأجيالنا، في ظل الغلاء اللي احنا فيه، لا بل احنا وقفنا شباب كلنا ورجالة وحريم وكلنا في ظهر الشيخ محمود، لأن ده راجل حافظ القرآن والسنة وراجل إمام وخطيب في الأوقاف، جاب ما يثبت إن ده مش حرام. طيب بسرعه الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلاميه. دكتور عبد الله اهلا بيك. دكتور عبد الله بالمشاهدين. نعم اهلا بيك دكتور عبد. خلينا نقدم الدكتور محمود حشاد امام وخطيب بوزاره الاوقاف وصاحب الفكره. دكتور محمود اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود اهلا وسهلا. يا مرحبا استاذ. دكتور عبد الله بسرعه، مقابر 3 أدوار، هل شايفها يعني حرام ولا ايه؟ لا، هو لا يجوز، هي حرام فعلا، لان الاصل في الدفن ان يكون في التراب في باطن الارض. والسنه في بناء القبور الا يعلو فوق سطح الارض الا بمقدار ما يعرف انه قبر فيحترق. احنا بنتجاوز وبنسمح في بعض البلاد ان تبنى المقابر العاديه اللي هي بتبقى في الارياف اللي احنا بنشوفها، وذلك لحفظ يعني الاصل في فكرتها انها لحفظ تكريم الانسان ومنع ان يداس على ما هو مدفون فيه من التراب. يعني هي الاصل في فكرتها كذلك.
وبعدين ان يدفن في الارض وفي التراب يعني ويهال عليه التراب، لان ده اكرم له، لانه بيتحلل وفي والتحلل يحتاج الى ان يختلط بالتراب فلا تنتشر رائحته ولا يعني ولا يعني يسبب له ذلك يعني نوع من ان الناس يأنفوا او انهم طيب خلينا اسال الشيخ محمود. شيخ محمود، الدكتور عبد الله النجار بيقول حرام ما فعلته، يعني لا يجوز مقابر ثلاث ادوار وانه الميت لابد ان يدفن في التراب في الارض. تفضل. والله احنا لما شفنا المشاكل اللي احنا عندنا، ولو فضلت الدكتور يعني كان شاف المشاكل اللي بتحصل والناس كانت هتقتل بعضها، لان دلوقتي الميتة اللي هي محرمة قطعيا في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى حللها في حالة الضرورة، انما حرم الله انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه. وهنا احنا في مكان التراب، ولو فضلت الدكتور في مكاننا فعلا كان هو عمل نفس الفعل. يعني انت مفيش مساحات، مفيش مقابر، مفيش مساحات ومفيش اي شيء. النهاردة التربة بتتكلف بناية وبتتكلف شره 65 الف جنيه. لا، هي قضية فلوس ولا مفيش قضية فلوس وارض، يعني هي غالية عشان مفيش ارض والارض طيب. غالية. دكتور عبد الله بسرعة، يعني هنا ربما الحاجة الاجتماعية عند الناس هي اللي تطلبت ذلك. أنا أشفق على الشيخ أنه هو يردد آيات القرآن الكريم وهو لا يفهمها، وأنا حزين أن يكون فهمه للقرآن وللدين متدني بهذا المستوى ويتكلم في الدين ويقول الضرورة. الضرورة علشان يوفر فلوس، يعني الضرورة علشان الأرض، حق الميت يقدم على حق الحي وعلى حق الورثة، لأن هو يعتبر من حقوق الله عز وجل. والله لو هو مش قادر، المفروض البلد دي كلها تعتبر آخمة، لأن المفروض الجميع يتفقوا على أن يخصصوا قطعة أرض بأسعار معتدلة. يعني بس أنا مش عايز أتهم الأهالي بأنهم آثمون، يعني الأهالي نوعين. لا، هم لا، أنا أقول لك لأن من حق الميت أن يستر لما يبقوا بلد وبعدين لا يتبعوا أسلوب الدفن الصحيح، ويقول لك علشان يوفروا الفلوس ويقول لك دي ضرورة. ليست هذه من الضرورة، وأنا يعني حزين إن أنا طيب أسمع. شيخ محمود، هنا وصل بالدكتور عبد الله النجار إنه حتى يعني قال لك هتبقى كلكم آثمون إذا فعلتم ذلك. يعني والله فضلت الدكتور، هو لو كان مكان اللي هو مضطر في أكل المخمصة يعني ديت وفي الميتة يعني كان هياكلها، والرسول قال له كل ما فيش مشاكل فيه. لا، أنت سألت، هل جاءت السؤال، سألت المؤسسات الدينية رسمية، سألت الأزهر، دار الإفتاء؟ احنا دلوقتي عندنا مجمع البحوث الإسلامية في فتواه الأخيرة قال لك ان انت طالما طيب. الضرورات تبيح المحظورات. طيب في نص ثانية يا دكتور عبد الله عشان ما عنديش وقت، هل الكلام ده يقبل؟ كلام ما يقوله واحد عنده ذرة من العلم، دي مش ضرورة. هو يريد ان يوفر الفلوس، هل توفير الفلوس دي ضرورة؟ الضرورة دي ان ياكل شيء لو طيب. لم ياكل الميت بشكرك دكتور عبد الله النجار، انا اسف، بشكر الشيخ محمود حشاد.